فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واعلم أنك إذا اخترت ذات الدين استرشادا بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سيجعل من لم تكن جميلة إيش جميلة، لأنك استرشدت بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم واخترتها من أجل ذلك. والله عز وجل قد يقلب الجميل حسنا، قد الجميل قبيحا والقبيح جميلا، حتى فيما يتصور الإنسان أمامه. قد يكون مثلا امرأة زوجة الله يراها غير جميلة ولكن يباهيها الله بعينه ويجملها بعينه حتى يرى أنها أجمل نساء العالم، وقد يكون بالعكس. فالمهم أن من ظفر بذات الدين استرشادا بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم فليبشر بالخير.